مسلسل مليح، مسلسل اللي كان مفاجأة، مفاجأة في إنه أصلاً اتعمل. يعني أنت عارف إنه لما جت الشركة المتحدة واتخذت هذا القرار، فيمكن البعض يراه قرار غريب، إيه اللي يخلي الشركة تعمل مسلسل مش بس مبني على أحداث واقعية أو أحداث حقيقية ومن حيواتنا القريبة برضو يعني، لكن إنه هنعمل مسلسل وعن معاناة أسرة فلسطينية، يعني مسلسل من الواقع الاجتماعي لو صح التعبير، وفي أحداث حقيقية ومبني على هذه الأحداث يعني. وأنا بعتبر إنه ده كان خطوة، مش هوصفها بأنها الخطوة الجريئة، لكن كانت خطوة شديدة العمق من الشركة المنتجة في الحالة دي، هي شركتنا الشركة المتحدة. ودي كانت ميزة. من الميزات النسبية التانية اللي في المسلسل هي إنه المسلسل ده ما تعملش بس بالنجوم المصريين، لكن اتعمل بالطريقة المثلى اللي هي إيه؟ إحنا بنعمل مسلسل عربي. إحنا كنا زمان نقول كده، الفيلم العربي، المسلسل العربي، الإنتاج المصري يكون نقول عليه كده المسلسل العربي، أو كنا بنقول حتى التمثيلية بس نقول المسلسل العربي، الفيلم العربي. فهو اتعمل بالطريقة دي، إن أنا في عندي نجوم عرب مشاركين في هذا المسلسل، وكل واحد فيهم حط بصمته وحط الطعم بتاعه، ودي حاجة مهمة جدا 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 أبعد الحدود. الحاجة الثالثة هي مسألة إنك في الإنتاج الدرامي المصري بتعمل سردية مصرية لما يحدث في الواقع الفلسطيني، وده مهم. من أهم النجوم اللي كانوا أو اللي كانوا مشاركين ومشاركات في هذا المسلسل هي الفنانة والنجمة اللبنانية الكبيرة جدا ديانا رحمة في دور ألطاف. أهلا 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 أهلا، ونورتي بصوتك التلفزيون المصري وبرنامج التاسعة. ألو؟ الخطوط والشبكات يعني مش ممكن. طيب انا هحاول ان احنا نتصل تاني، هرجعك هنا على النجمه اللبنانيه ديانا رحمه في دور الطاف، والطاف كانت هي جده مليحه. والمسلسل على بعضه يعني انت بتعمل مشاركات ما بين النجوم العرب، او خدت نجوم عرب موجودين جوه المسلسل، وده كان مهم، وكان ادوارهم جميعا دون استثناء واحد يذكر ادوار هامه وشديده المحوريه. وطعم كل ممثل وكل نجم وكل فنان في هذا المسلسل كان مهم جدا، ولا لا تستطيع استبدال واحد او استغناء عن الدور نفسه، مش هقول لك بقى كمان النجم او النجمه. اضافه الى ذلك طبعا تترات مليحه، تتر البدايه ولا تتر النهايه، واللي اعتقد ان هم هزوا العالم العربي وجدانيا ومشاعريا وعاطفيا وما الى ذلك. ده مهم. التتر العظيم اللي كان معمول بجرافيكس وفي حنظلة وفي إله الحرب المصري مانتو، ممكن تسميه كده، ممكن تسميه مونتو، لأنه تعرف المصرية القديمة أو الهيروغليفية ما فيهاش تشكيل يعني، فما نقدرش نجزم بالنطق الصحيح 100%، أو أنا ما أقدرش أجزم، يجزم في ذلك بقى علماء الإيجيبتولوجي واللغويات القديمة وما إلى ذلك يعني. التركيبة بتاعت التتر ده كانت تركيبة وفكرة شديدة الأهمية، شديدة العمق، وأعتقد أنها يعني أثمرت، وهبقى أكلمكم بعد شوية أثمرت في معايا على تليفون النجمة اللبنانية الكبيرة والشهيرة فنانة ديانا رحمة. أهلا بيكي. مساء الخير يا فندم، كيفك؟ يا مساء الفل، وكيفك أنت ومنورة بصوتك التلفزيون المصري وبرنامج التاسعة. الله يخليك. مساء الخير طبعا من لبنان، من موطن الأم، ومساء الخير من الأردن، أرض النشامة، أرض زوجي وأبنائي طبعا. مساء الخير لكل الشعب العربي، مساء الخير للتلفزيون المصري، مساء الخير لل 106 ملايين مصري، بحبهم قوي 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 قوي، والله يخلي مصر وأهلها الطيبين. الله يخليك. أنا كان بيساعدني، تسلم استاذ، وانا بيسعدني كثير اني تعاملت للمره الاولى مع فنانين مصريين رفعت راسي فيهم. بمسي عليك وعلى كل الجمهور اللي عم بيشوفني العربي، وبتمنى لكم عيد سعيد يا رب، يعيدوا علينا بالصحه والعافيه والبركه. علينا كلنا. مساء الفل عليكي، زي ما بنقول كده مساء الخير يا عرب. خليني هسالك على التجربه اللي يبدو جدا وواضح جدا في كلماتك انها عجباكي، تجربه التمثيل في هذا المسلسل كانت عامله ازاي؟
بالمسلسل اللي هو مسلسل مليحة، أنا ولا مرة حسيت إني ضمن نطاق عملي لسبب واحد، إني كنت ببكي غزة وشهدائها وفلسطين بشكل عام وأنا بأدي مشاهدي. يعني هلأ وأنا بحكي برتعش كلني. طلعت من باب الطيارة في عودتي من مصر وصولا للأردن على طوارئ المستشفى مباشرة لأنه أعصابي انهارت. في كل مشهد كنت أديه كنت أحس حالي في مأتم غزاوي، مأتم شهيد فلسطيني. في كل مشهد كنت أديه كنت أحس بالطعن اللي كنت عنها الأم عندما يموت أولادها. كنت أنطعن بكل حملة نعش لشهيد فلسطيني. يعني نحن القضية بدمنا. هذه لأول مرة بوقف قدام كاميرا وأنا ماذا مثل؟ أنا بعيش الحياة والمأساة اللي عايشينها نحن العرب تجاه قضيتنا الفلسطينية. أنا أتفق معاكي مليون في المية، مليون في المية. وهنا يمكن يجي سؤال تاني، هل اللي هو إنه تجربة المسلسل مش بس تجربة فنانة كبيرة، يعني أظن ليكي أكتر من 95 عمل ما بين الدراما والمسرح وما إلى ذلك، ومش بسأل على فكرة التجربة داخل الإنتاج المصري، لكن تجربة هذا المسلسل في ظل هذه الظروف، إلى أي مدى بتشوفي إن المسلسل ده مهم في هذا الظرف الزمني وفي هذا الظرف الإنساني والسياسي؟ طبعاً مش بس هذا المسلسل، كل إنسان بما عنده بالمكان اللي هو فيه يطلق صرخة على فلسطين معناته هو عم بيأدي واجبه. هلأ المسلسل برأيي كان أقوى نداء، أقوى صرخة للعالم، انظروا إلى فلسطين. أقوى نداء وأقوى صرخة إلى هذا الحد؟ إلى العالم طبعا، لأنه العمل بشكل كتير 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 حلو وصل لكل جيل اليوم، ونحن بهمنا أنه الرسالة توصل من جيل لجيل لحتى يتبنوا هالقضية وتضل قضيتنا الأم الأولى والأخيرة، ويضل الاحتلال يضل براسنا لأن ترجع فلسطين محررة بكامل مساحتها. هذا العمل كان بالنسبة لي هو صاروخ موجه إلى كل عدو، إلى كل من وقف مع العدو في كافة دول العالم. أنا من خلال برنامجكم بطلق صرخة، بطلق نداء، أرجو كل إنسان بيقدر يعمل إشي لفلسطين لا أرجو أنه يتحرك، لأنه بكفي 75 سنة من الشهداء. الأرض ما بقى فيها تحمل دم، بكفي اللي صار فينا نحن كعرب. هي قضيتنا، ونحن العرب إذا صرنا إيد واحدة نقدر نعمل المستحيل. فأينما أين أنتم؟ أين أنتم؟ يعني أنا بحس المسلسل كان صرخة عم تصرخ، في كل مشهد كان في صرخة من أم قبرت ابنها شهيد وزغرتت فوق راسه، معليش يما بجيب غيرك فداء لأرض فلسطين. هذا هو المسلسل يلي أنا كنت ضمن فريقه اللي كتير 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 بعتز، وكان بحمل تاج على راسي هذا المسلسل. واعتزازنا بيكي دائما ومستمر الحقيقة، وبشكرك جدا 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 على هذه المداخلة، حقيقي شرف ليا. كل الشكر للنجمة والفنانة اللبنانية الكبيرة ديانا رحمة، خاصة بهذه الكلمات واللي وصفت بها أن هذا المسلسل هو أقوى نداء، أقوى صرخة توجه للعالم، بل هو صاروخ أمام الضمائر العالمية. بشكرك جدا جدا جدا. حول مسلسل مليحة كنا نتحدث.